بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني من المدخل إلى الشموع اليابانية في كورس التحليل الفني لأسواق التداول. لا تزال المعركة قائمة بين الثيران والدببة في سوق المال والأعمال، ولا تقف هذه المعركة إلا يومي السبت والأحد من كل أسبوع. ولكن كيف يمكن معرفة قوة كل طرف في هذه المعركة؟ أو ماذا تعني الشموع اليابانية كأجسام وظلال بدون الحاجة إلى أسماء؟ ماذا يحدث خلال تكون الشمعة اليابانية من الافتتاح حتى الإغلاق، أو كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل؟ نقول بالله التوفيق، كل شمعة تشاهدها على الرسم البياني هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل ولا زالت تحدث بين المشترين الثيران البولش والبائعين اللي هم الدببة البرش. عند التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية في هذه الحالة، نحن في حاجة إلى أن نفهم ما يحدث داخل الشمعة وما حدث قبلها حتى نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث بعدها، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء. لذلك سنقسم الشموع اليابانية من حيث قوتها إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربع شمعات. سيتم قراءة هذه الشموع اليابانية في هذه المجموعات ومعرفة دلالتها من حيث حجم الجسم وأطوال الظلال ولون الشموع. المجموعة الأولى كما هو واضح على الرسم تتكون من أربع شمعات A و B و C و D. الشمعة الأولى A هي شمعة بدون ذيول علوية أو سفلية، لونها أخضر. تخبرنا هذه الشمعة عن حالة السوق ونتيجة المعركة الدائرة بين الطرفين. كانت النتيجة النهائية فوز المشترين اللي هم الثيران البولش بلا أي منازع من البائعين وبدون أي مقاومة. كيف عرفنا ذلك؟ عدم وجود ذيول في الشمعة يخبرنا أن الثيران قضوا على الدببة بشكل كامل. هذه الشمعة تحمل معها عامل نفسي إيجابي للمشترين، وهو أنهم طالما هم الذين تفوقوا وكسبوا المعركة فإن ذلك سيرفع من حالتهم المعنوية ويرفع من قدرتهم على كسب المعركة القادمة. لذلك عند ظهور هذه الشمعة بهذا الحجم الكبير وبهذا اللون الأخضر ومن غير ظلال علوية ولا ظلال سفلية، يبقى على طول تتوقع بعدها شمعة خضراء شرائية، لأن الشمعة الخضراء الكبيرة دي اللي قدامي بتديني معلومة بأن المشترين حطموا البائعين، عشان كده الجولة القادمة هتكون للمشترين. فلو ظهرت لك الشمعة دي ادخل بعدها مباشرة صفقة شراء ربحة بنسبة 100% إن شاء الله. بالنسبة للشمعة بي عكس الشمعة A في اللون، لكنها زيها في الحجم بدون ذيول سفلية أو علوية، أيضا تعطينا قراءة لحالة السوق ونتيجة المعركة بين الطرفين، حيث كان النصر في النهاية هو فوز الدببة بلا منازع وبدون أي مقاومة من الثيران. أيضا عدم وجود ذيول في الشمعة يخبرنا بأن الدببة قد قضوا على الثيران بشكل كامل، وعلى ذلك فإن الجولة القادمة ستكون لهم، عشان كده تقدر تدخل مع البائعين بكل ثقة صفقة بيع. الشمعة سي الخضراء، وجود الظلال في الشمعة يديني دلالة
أنه كانت هناك مقاومة من البائعين، عرفنا ذلك بناء على ذيول الشمعة، والتي من خلالها أي من خلال هذه الذيول نستطيع أن نفهم حجم مقاومة البائعين في هذه الحالة. ولكن لأن جسم الشمعة لا زال كبير، فإننا نتوقع أن السعر ممكن يكمل في نفس اتجاه الصعود، مفيش مشكلة، وخاصة إذا كانت الشمعة التي قبلها لونها أخضر. خد بالك إن النتيجة النهائية لأي معركة ما بين البائعين والمشترين لا يمكن معرفتها إلا بعد إغلاق الشمعة إغلاقا تاما. وكمان خد بالك الأجسام الكبيرة في الشموع بتحمل في طياتها أي في داخلها القوة، وبتديني إشارة بالقدرة على الاستمرار في نفس الاتجاه. الشمعة دي في نفس المجموعة لاحظ أنها شمعة حمراء بذيول علوية وسفلية، لها تقريبا نفس خواص الشمعة سي من حيث الحجم والذيول، وكل ما قيل عن سي من حيث القوة والاتجاه من الممكن أن يقال على هذه الشمعة. وجود الذيول العلوية والسفلية نفهم منها أنه كانت هناك مقاومة من المشترين، لكن جسم الشمعة الكبير يعطي دلالة باستمرار السعر في نفس الاتجاه الهابط، وخاصة إذا كان الشمعة التي قبلها أيضا لونها أحمر. يجب ملاحظة أن هذه الشموع يظهر تأثيرها القوي وأثرها الفعلي على الفريم اليومي، وعلى ذلك فإن هذه الشموع بهذا الحجم الكبير في الأجسام فإنه يمكنها التحكم في الاتجاه، لذلك يطلق على مثل هذا النوع من الشموع شموع اتجاهية، حيث يغلب عليها طابع القوة لكون أجسامها كبيرة وذيولها إلى حد ما غير طويلة أي قصيرة، كما أن لون الشمعة يعطي إيجابية للفئة التي كسبت، كما في الشمعة A وB حيث المعركة حسمت، وعرفنا ذلك من خلال الشمعة نفسها، وبناء على ذلك نستطيع أن نستنتج أن هذه المجموعة تمثل شموع اتجاهية. أما المجموعة الثانية هي أيضا تتكون من 4 شموع تجمعها إلى حد ما صفات مشتركة كما بالشكل A وB وC وD. هذه المجموعة تختلف عن المجموعة الأولى من حيث قصتها في المعركة، الأجسام الصغيرة تدل على أنها أقل إيجابية عن الشموع التي قبلها. ظهور مثل هذه الشموع يعني أنها شموع انعكاسية يمكن أن تغير اتجاه السعر السابق. أطوال الذيول يديني دلالة أنه كانت هناك مقاومات من كلا الطرفين، وأن أي من الطرفين لم يستسلم للآخر بسهولة. وملخص هذه الأشكال، الجسم يعبر عن القوة حيث أن حجم الجسم يتناسب طرديا مع قوتها، أي كلما زاد حجم الجسم كلما كان صاحبه أكثر قوة، كما أن ذيول الجسم تعبر عن المقاومة، وبينهما أيضا علاقة طردية، أي كلما زاد طول ذيل الشمعة فهذا دليل على زيادة المقاومة من الطرف الآخر، أما لون الشمعة فهو يعبر عن النتيجة النهائية للمعركة، فإذا كان لونها أحمر فقد حسمت لصالح البائعين، أما إن كان لونها أخضر فقد حسمت المعركة لصالح المشترين، بالإضافة إلى أنها تبين لي سعر الفتح وسعر الغلق. أما المجموعة الثالثة والأخيرة والتي يمكن من خلالها أي من خلال حجم أجسامها وطول الظلال وألوان الشموع نستطيع أن نفهم نفسية المتداولين في السوق واتجاه السوق، ومن خلالها بنعرف السوق رايح فين. المجموعة الثالثة أيضا تضم 4 شموع A وB وC وD. هذه المجموعة من الشموع
بيكون فيها سعر الفتح هو نفسه سعر الغلق. عدم وجود الأجسام في هذه المجموعة يدل على أن المعركة لم تحسم لصالح أحد من الطرفين، لذلك يطلق عليها الشموع المحيرة، تدل على أن المعركة كانت متعادلة، ليس فيها رابح ولا خاسر. هذه الشموع تعتمد على ما بعدها في عملية التداول، عشان كده لما تظهر هذه الشموع بغض النظر عن أسمائها، استنى وشوف الشموع دي هيجي بعدها شموع لونها ايه. اذا كان بعدها شموع حمراء فسوف يكمل الاتجاه الى اسفل، اما اذا كان ما بعدها شموع خضراء فان الاتجاه سيكون الى اعلى. على الفريم اليومي تظهر خواص الشموع اليابانية بشكل واضح، وفي النهاية فإن هذه الشموع تحمل في طياتها الشك وعدم اليقين، نظرا لأنها ليس لها لون ولا جسم، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف لمن ستكون السيطرة، أهي للبائعين أم للمشترين. هذه الشموع بتديني إيحاء بأنه قد يضعف الاتجاه السابق أو يتغير بالكامل، حيث تمثل الذيول الطويلة مستويات مقاومة ودعم في وقت واحد حسب تواجدها في السعر. ونستطيع أن نلخص محاضرة اليوم في عدة نقاط. رقم واحد، كل شمعة تشاهدها على الرسم البياني هي عبارة عن معركة حدثت بالفعل بين البائعين الدببة البرش والمشترين الثيران البولش في مدة زمنية محددة. رقم 2، هذا معناه ان كل شمعة تظهر امامي على الشارت ليست مجرد سعر فتح وسعر غلق فقط، لكن فيه جيش كبير وطويل وعريض من التجار وراء تكون هذه الشموع بهذه الكيفية. رقم 3، نتيجة المعركة في كل شمعة لا تكتمل إلا عند إغلاق الشمعة عند مستويات معينة أو في أماكن معينة. رقم 4، لون الشمعة يحدد نتيجة المعركة. رقم 5، كل شمعة تحكي لنا قصتها دون أن تتكلم. جسم الشمعة الكبير يدل على قوة الاتجاه السابق أو الاتجاه الذي سينطلق إليه واحتمالية الاستمرار. عندما يكون جسم الشمعة صغير وذيلها أطول منها فهي تدل على صراع قوي بين البائعين والمشترين. عندما يكون جسم الشمعة صغير أو متناهي في الصغر فهذا يدل على ضعف الطرفين المشترين والبائعين. رقم 6 والأخيرة، نتيجة المعارك المتتالية والمتشابهة يعطيك دلالة عن من هو الذي سوف يسيطر على السوق في المرحلة القادمة، على أساس أن التاريخ يعيد نفسه، حيث يعطي دلالة على الاتجاه الأقوى للسعر. وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نستعرض جميع النماذج الإنعكاسية للشموع اليابانية. إلى أن نلتقي، لكم خالص تحياتي، أنا معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.